كم مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نشارك معكم فيه واحد العجينة ديال المملحات بمناسبة عاشوراء او حتى في الايام العادية كنديروهم، كيجيو زوينين. هذه العجينة المعتمدة عندي واللي كتجي لذيذة وكيجي كتصدق فيها هذه المملحات، كيبقى غير الشكيلات، كتبقى انت تتغيري الشكيلات كل مره على حسب الشكيلات اللي بغيتي، اما تقطعيهم او ديري المراشم. اما العجينه فهاد بهذه الطريقه وبهاد المكونات كتجي زوينه وكتجي لذيذه ومقرمشه. ندوز معكم باش تشوفوا المكونات اللي كندير في هاد المملحات. فقط كنحتاج لواحد ربعه ديال الفرماجات او كيريات اللي متواجد، واحد المعلقه صغيره ديال بودره الثومه، معلقه صغيره ديال الابزار، وجوج معلقات ديال الملحه، واحد ربع كاس ديال الزبده مذوبه، وربع كاس ديال زيت بلديه. هذه هي المكونات ديال العجينه. وغادي نحتاجو الدقيق ابيض او الفورس، هو هذا. غادي نحتاجو واحد 600 غرام او نص كيلو واحد شويه مغربل. وغادي نحتاجو الماء باش غادي نخلطو هاد العجينه، الماء على حساب تتجمع لينا العجينه اللي غادي تكون رطبه، ما تكونش خفيفه بزاف لاننا غادي نسرحوها، وما تكونش قاصحه بزاف. فقط هذه المكونات الاولى اللي غادي نديروها في العجينه. وغادي هذه العجينه غادي نقسموها باش نخرجوا منها ثلاثه ديال الشكيلات، يعني ثلاثه ديال الكرات. كل كره غنديروا فيها مكون من هاد المكونات، بحال مثلا الكره الاولى غادي نديروا فيها شويه ديال الزيتون الاسود، وغندير واحد المعلقه صغيره ديال بودره البصل. الكره الثانيه غادي نديروا فيها واحد المعلقه صغيره ديال السودانيه ومعلقه ديال التحميره. والكرة الثالثة غادي نديرو فيها شوية ديال الزعتر اللي غنسخنو ونحكوه، وغادي نديرو فيها فرماج حمر محكوك حتى هو غادي نحكوه. هادي هي ثلاثة ديال الكرات بطريقة مبسطة وكتجي لذيذة وزوينة وما فيهاش مكونات كثيرة. غندوز مباشرة باش نبدا نخلط العجينة. غادي نصبقو دابا العجينة هي الأولى. غادي ناخدو واحد القصرية أو العجانة على حساب اللي موجود، غادي نديرو فيها الدقيق. انا درت الدقيق هنا في المول، ومن بعد غادي نزيد عليه هاد ربعه ديال الفرماجات، وجوج معالق ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال البودره الثوم. غادي نضيفهم على داك الدقيق. وغادي نزيد هاد ربع كاس ديال زيت العود، وربع كاس ديال الزيت بلديه. صافي، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات. نخلط مزيان هاد المكونات اللي درنا مع الدقيق. من بعد غادي نحطهم، غادي نبدا نعجن فيهم، غنبدا نضيف الماء. انا غادي نخلط العجينه. ودابا كيف ما تشوفوا انا جبت كل العجينه، قسمتها ثلاثه ديال الكرات، كل كره غادي نردها للعجانه، وغادي نبدا نزيد هاد المكونات اللي غادي ندخلو فيها. هنايا انا غادي ندير هادي، غندير فيها معلقه ديال بودره ديال البصل، وغادي نزيد معاها شويه ديال الزيتون الاسود مقطع، صافي. وغادي نعجنهم باش يتخلطوا مزيان. بعد ما خلطت هاد العجينه الاولى اللي درت فيها الزيتون وبودره البصل، انا درتها في بلاستيك غذائي، وغادي نخليها ترتاح. وغادي ندوز ندير العجينه الاخرى، حتى هي غادي نخلطها. ممكن نخلطوا غير بإذن عادي، غير نمعكو معاها هاد السودانيه والتحميره، ولا نعاودو نرجعو كلشي للعجانه. المهم انا غنخلط هاد السودانيه وهاد التحميره. صافي، غادي نخلطهم. انا خلطت هذه ديال السودانيه والتحميره، هي غنديرها في بلاستيك غذائي باش
نخليها تنسالي ترتاح تنسالي. وغادي ندوز باش غادي ندير هادي، وغادي نزيد عليها داك شويه ديال الزعتر والفرماج حمر محكوك صافي، وغادي نخلطها حتى هي. ها هي الكره الثالثه دابا اللي ديال الزعتر والفرماج، انا غادي ندير لها دابا بلاستيك حتى هي وغادي نخليها. هاد العجينه راه تجي لذيذه بزاف وتعطي واحد الكميه كبيره اللي ممكن تبقى عندكم واحد المده طويله وكتبقى مقرمشه واخا كطول المده ديالها. انا بديت كنلوي دابا كما تشوفوا، غنجيب هاد الجنيبات بحال هكا بحال هكا نلوي. احسن نجيبهم من الوسط هاد الجنيبات بجوج اللي لويتهم، نجيبهم من الوسط بحال هكا بحال هكا. العجينه ديالهم تتكون رطبه وزوينه وكتساعد في الخدمه ما قاصحاش صافي. غادي ندير لهم بحال هكا تنكمل هاد الشرائح كلهم اللي باقيين عندي، وغادي ندير نهزهم في واحد البلاطو وغادي ندخلهم المجمد غير يجمدوا واحد شويه. الجهد اللي غادي نبدا نقطعهم بحال هكا انا غادي نخليهم حتى الاخر بين ما خدمت دوك الكرات الاولين ونرجعوا لهم نبقاوهم يجمدوا ونقطعوهم. انا دابا كملت هاد العجينه الاولى، انا دابا لويت هادو، انا غادي ندخلهم للفريكو دابا صافي. غادي نمشي معاهم كلهم بحال هكا، نجمعها من الوسط بحال هكايا. انا غادي نتاتى بعد ما جبد داك البلاطو من المجمد، انا بديت كنقطع فيه كيعطي كيعطي تشكيلات بحال هكا على هذا الشكل. انا غادي نكملهم في التقطاع، غادي نقطع نخلي غير واحد شويه ونقطع تنقطع هاد الشرائط كلهم ونحطهم في لاطه غادي ندخلهم للفران يطيبوا. دابا بعد ما قطعت كلشي انا غادي ندخلها للفران باش طيب. كما تشوفوا الكره الثالثه انا سرحتها قطعتها شرائح طويله بحال هذا الشكل، ومادام حنا درنا اختارينا اننا نديرو مملحات من شكل كبير غادي نقطعهم على شكل مثلثات بحال هذا الشكل. ممكن الا بغينا نقطعوهم بالقطاعه اي نوع عندكم ديال القطاعات، نقلنا اليوم غندير على شكل مثلثات. غادي نبقى غدا مع كل شريط وغادي نخرج منه مثلثات بحال هذا الشكل، تنكمل كاع هاد الشرائط اللي عندي وغادي نديرهم في لاطه وندخلهم في الفران. وبعد ما خرجتهم من الفران ها هما تيجيو على هاد الشكل. الطريقه ديال الشكيلات ديال المملحات كيبقاو على حسب الرغبه ديالكم، اما ديروهم بالمراشم او غير بالجراره، التزيين او التقطاع كيبقى على حسب الرغبه. والاهم اللي بغيت نشارك معكم في هاد الفيديو هي الطريقه ديال تحضير العجينه اللي كتعطي واحد الكميه كبيره وكتجي لذيذه والمذاق ديالها تيكون زوين. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه. الى عجبكم ما تنساو ديروا لي جيم، تبارطاجيوه وتشتركوا في القناة، وإلى فيديو قادم بإذن الله.